غيث مروان يعلن عن خبر خطوبته. نعم مثل ما سمعتوا، من فترة كتير طويلة لمحت شلة غيث مروان بدبي عن وجود خبر خطوبة شخص من بينهم رح يعلنوا عنها قريبا جدا، ليعلنوا بعد فترة عن خطوبة كل من كريم ولين المفاجئة، واللي كانت مفاجئة أيضا بالنسبة لإلهم، حيث كشفوا أنه ما كان مخطط له الشيء أبدا، وصارت فجأة حيث كريم ما كان الشخص المخطط له أنه حيخطب، بل كان شخص تاني من الشلة، ولحد الآن لم يكشفوا عنه. إلا أنه غيث مروان وحسب رؤية الجمهور بلش يلمح عن الموضوع، فقبل فترة كشف أنه رح يعلن عن مفاجأة كتير كبيرة رح تغير حياته وتغير حياة ناس حواليه، ورح يكشف عنها قريبا جدا، وأنه رح يسافر بعد العيد لمكان ما صرح عنه لحد الآن. وصدم الجمهور أيضا بهالستوري المفاجئ واللي كشف فيه أنه خطوبته حتكون قريبا جدا، ولكن أنهاها وصرح أنه كان عم يمزح فقط. كيف كل الأخبار؟ تتذكروا أنا بفيديو يوتيوب أول سنة قلت لكم أنه أنا حأصدمكم بشيء، وكنت مختفي مشان أصدمكم صراحة، فحاب لكم أنه أنا خطبت، حتعرفوا كل شيء بالتفصيل قريبا، فخليكم جاهزين إلا ما يجي هاليوم التفصيل. ولكن ورغم تصريحه شاف عدد كبير من الجمهور أنه الموضوع ممكن يكون عبارة عن تلميح ورح يخطب عن جد قريبا، خاصة بعد تلميحاته لمفاجأة كتير كبيرة من قبل فترة. ولكن والجدير بالذكر أنه غيث مروان ما صرح أنه عم بيعيش علاقة حب من قبل على السوشيال ميديا، من غير الإشاعات اللي طلعت عنه واللي أغلبها ما كانت صحيحة بنسبة 100%. فهل برأيكم غيث مروان رح يخطب عن جد بعد فترة؟ وهي حتكون المفاجأة اللي حكى عنها قبل فترة؟ ومين ممكن تكون البنت بنظركم؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. والله هي بس فكرة انه صار في متأخر فبنكد، وانا يعني بحب الصبح اكتر من الليل، لما في بالليل او لما يجي الليل تجيني هيك نسبة كآبة هيك تلك، فانا بس عفي بالليل يعني اخر فترة، فاليوم الحمد لله كمان فقت بالليل بصور. فوق كل هيك كنت قاعدة بنزع الجيم مشان حسن هيك مظهري الخارجي، لأني صار قد البعض